وحشتوني. وحشتوني قوي يا ولاد. وحشتوني. هي مامتكم مش هنا؟ لا مش هنا، هتلاقيها لسه في شغلها وبتعمل مشوار. سوري. من هنا ورايح انت راجل البيت، لازم تبقى عارف مامتك بتروح فين وبتعمل ايه. يا سلام، ما انت طول عمرك راجل البيت ولا عارف مامي بتعمل ايه ولا بتروح فين. بطل اللمضة اللي فيك دي. بابي احنا جعانين قوي. يا حبيبتي، انتوا لسه ما اتغديتوش؟ لا. طب تعالوا. عايزين نطلع رحلة مع المدرسة للهرم. المدرسة هتلم من كل طالب 400 جنيه عشان تطلعوا الهرم ولا عشان تبنوا هرم؟ نبني هرم ايه يا بابي؟ عايزين نروح نزور الهرم. الهرم بتاع الجيزة؟ امال الهرم الطلبية؟ قلت لك بطل لماضة. هتدفع ولا مش هتدفع؟ طب ايه رأيكم بال 800 جنيه دولت افسحكم في الهرم وجنينة الحيوانات والزحلي والمراجع وكل حاجة تتمنوها؟ لا 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 لا، احنا بنطلع رحلة مع المدرسة، وكمان في الاسبوع الجاي رحلة لجنينة الحيوانات وب 400 جنيه. جنينة الحيوانات برضو ب 400 جنيه؟ ده انا اجيب لكم حيوانات هنا في الشقة ارخص حبيبتي. لا يا بابي ما تتعبش نفسك، لما يجي العريس هنبقى نطلب منه. وبعدين دي بقت مزة والعرسان هيبقوا كده. لا راجل يلا راجل. اتفضل. كنت 800 جنيه انت واختك اهو. بس بقول لكم ايه؟ ما فيش غير بابي واحد بس، ها؟ سامعين؟ بابي واحد بس. خد ماشي حينك بدوي. يلا بنتي احنا كوره ما برضه. اخلع بقى قبل ما الواد يرجع في كلامه. يا خراب بيتك يا هبه، يا صغننه على الطلاق وحلوه يا هبه، ليه كده؟ ليه يعمل معايا كده؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ ليه هو يعمل كده وليه هي تعمل كده؟ وازاي انجي تعيش لوحدها؟ انا مش هسكت، انا مش هسكت، والمصحف ما هسكت. خلاص خلاص، في ايه؟ بصي عايزه اقول لك حاجه، ما تخافيش من انجي ابدا، بالرغم من المشاكل والطلاق وكل حاجه، هي مش شايفه غير راجل واحد بس، علي. انا مش خايفه من انجي، انت عارفه انا لو خايفه من انجي اقول لك انا خايفه من انجي، لكن انا مش خايفه منها، انا خايفه من المحروق على عينه شعبان. شعبان. خلاص يا حبيبتي خلاص، سمحت ولا تقولي شعبان؟ لازم تقولي كده. بصي يا حبيبتي، احنا بقى نحاول نرجع الميه المجاريها بين انجي وعلي ونلمهم على الاولاد، وانت بقى تحافظي المحروق شعبان بتاعك. صح. صباح الخير. صباح في ايه؟ مالك يا انجي؟ ايه اللي حصل؟ ايه في ايه؟ مالي؟ ما انا زي الفل اهو، ايه المشكله؟ انا بس قررت ان انا اعيش حياتي بحريتي من غير كيد وغلف علي. انا قررت ان انا اشتغل واشتهر عشان اكسب فلوس واربي ولادي احسن تربيه. صح. بلا رجاله بلا هم. بلا رجاله ولا بلا جواز؟ بلاهم الاثنين يا اختي. هما اللي كانوا اتجوزوا عملوا ايه؟ ما جالهمش غير السكر والضغط والقولون والفشه والطحال والمراره، وفي منهم بيجي لهم بواسير. ايه القرف ده يا انجي؟ اهدي بقى شويه علشان انا عايزاكي في موضوع خطير جدا. خير؟ انا بس عايزاكي في الاول تتمالكي اعصابك وتبقي هاديه. تملك اعصابي في ايه يا كاميلا؟ لا مش على طول كده، الموضوع مش سهل يا انجي، لازم تبقي يعني زاد خبره وعقل كده. مش سهل في ايه يا كاميليا؟ وجعتيلي بطني. اهدي بس ان شاء الله خير باذن الله، ربنا يستر بس يا رب. في ايه يا كاميليا؟ اصلي بصراحه يعني علي كلم حسين امبارح وكان بيسأله ازاي يقدر ياخد عياله بالقانون. ياخد ايه؟ ياخد عياله؟ هم عياله لوحده، ده انا كنت خدت روحه. اسمي حرام عليك ليه كده؟ انا اسفه خلاص ما حصلش حاجه. اسمعيني. ايه؟ هبقى اجيب لك واحد تاني. ركزي معايا. ايه؟ انت ليه فضلتي ساكته وسايباني؟ لوك 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 من ساعه ما دخلت، مش كنتش تقولي لي من الاول؟ ما انت داخله متعصبه. اقول لك ايه؟ يعني ما اقول لك كده خبط، لازم مش لازم اخدك واحده واحده، لازم اخدك بالتروي. تروي يا ابني اللي دايما قاديني زعلت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ بصي بقى احنا ما قدمناش غير حل واحد، استاذ جميل خريج حقوق واكيد بيفهم في القانون وزاد خبره. جميل مين؟ جميل. جميل بتاعنا رئيس التحرير. ايوه. بيفهم في الحقوق؟ اكيد. اذا ما كانش بيفهم في الصحافه هيفهم في الحقوق. ايه الخيبة القوية اللي انا فيها دي؟ كاميليا القليوب اتكسرت. يا رب رب يهدك.
حبيبتك يا كماليا، حبيبتي يا كماليا. ندابة طول عمرك. شوفي يا انجي، انا هساعدك وهديلك ورقه بمفردات مرتب علب، وهبين فيها انه بيحصل على 40,000 جنيه في الشهر. عشان يرحمكم الله يا استاذ جميل. الله يرحمك. الحمد لله. بص يا انجي، ساعتها بقى تقدري تطلبي منه نفقه محترمه، ده لو قدر يدفع اصلا. ايوه يا جماعه، بس احنا لازم في الاول نلاقي محامي شاطر. لا محامي ايه واستاذ جميل، هم هو مش حضرتك برضو خريج محاماه وبتقدير مقبول مرتفع ولا؟ ايوه يا كمال، انا خريج هو، بس ما بحبهاش، عمري ما حبيتها يا انجي. ده حتى في طلاق ميسون اختي جبت لها واحد محامي صديق لي. عشان يرحمكم الله يا استاذ جميل. الحمد لله، يرحمنا ويرحمكم. طيب يا ريت حضرتك يعني نستعين بصديق، قصدي يعني تجيب لنا المحامي صاحبك ده. لا 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 يا انجي، لا لا لا، مرمطها مرمطها، جاب لها الطلاق بعد 10 سنين. يا ساتر يا رب. طبعا مش صاحبك. نعم. لا قصدي طالما صاحب حضرتك يبقى اكيد ما بيحبش المحاماه زيك يعني. اه مظبوط. بص يا انجي، انا اعرف محامي لو اديتي له 5 بواكي، 5 بواكي هيتشقلب في المحكمه. بجد بجد يا سامح؟ طب لو اديته 10 بواكي يعمل ايه؟ ممكن يخفي لي علي؟ جرايه يا انجي، بقول لك محامي مش ساحر. لطافه ها؟ لطافه، استظرف كمان، يلا ما انا ناقصاك في الظروف اللي انا فيها. هاتي يرحمكم الله يا استاذ جميل. جرايه يا استاذ جميل، احنا مش عايشين لك. خلاص يا جماعه بقى مفيش وقت، يلا بينا يا سامح. نروح فين؟ للمحامي. بقول لك ايه، انا بصراحه مش هقدر اجي معاكم المكتب المحامي. يا سلام، ليه بقى؟ ان شاء الله. اصل بصراحه المنطقه هناك وحشه، وبعدين انا متخانق مع ناس هناك دقشموني وطحنوني قبل كده. طحنوني؟ ماشي قلب امك. طب ماشي يا سامح، هات العنوان وانا وانجي هنروح، واتذكر فيهم بقى يبقى يقرب لنا. اصيله اصيله وجدعه طول عمرك يا كوكي، مش زي ناس. ها؟ لا ده اصل انا معتمده على حسين، انا مش اصيله ولا حاجه. لا برضو أصيلة وجدع. أرحمكم الله يا جماعة، أنتوا جايين تعينوني هنا ولا إيه؟ اتفضلوا على مكاتبكم، اتفضلوا. هو إيه ده؟ أنت اللي عيتنا. عيب بالميكروبات بتاعتكم. إحنا برضو شايفك عمال تلف وتحوم، سمعت كل الكلام، بتحط الطلبات دي كلها في ساعتين، خلاص؟ سمعت كله؟ خصم 20 يوم. فرع فرع. ايوه يا مزه، يا اهلا بالسياح. الحاره نتفت ودخل لها سياح ياما. اخرس ياض، خليك في شغلك. انا خايفه يا كوكي، خايفه. بيقول سياح. اه عادي، ما احنا سايحين. خير يا حته؟ اكيد جايين الاستاذ بحبحه. طلاق بقى ولا خلع؟ يا مامي ردي عليه انتي، ردي ردي ردي. حاضر. لا يا عترة، لا يا حبيبي، احنا جايين في نفقة. فين بقى دلنا حبيبي على مكتبه؟ شاطرة شاطرة، وانتي بيئة فظيعة. لا عادي، ما انا اصلي كده اصلا. يا لمؤاخذة صاحبتك قالت اسمك ايه؟ ها؟ اه لمؤاخذة، اسمي كرداسة. محسوبتك كرداسة. اسمك كرداسة؟ ما قلتليش من امتى اسمك كرداسة. يا انجي تمويه تمويه، احنا جايين في عملية تمويهية. تموين ايه؟ تمويه. شوفي بقى، ده انا صرف على شغلانة جامد قوي. بصي صبح يا شقيق. مخدرات؟ يخرب بيت شغلك انت يا طيبة، ده احنا مخدرات. هل يطلب بسببك؟ بقول لك عملية تمويهية. تمويه؟ عملية تموينية يعني ايه؟ مش فاهمة حاجة. اسكتي يا انجي، ما تقول لنا مكتبه فين يا شيخ. المكتب اهو. ده ده اهو يا هبله. اه صدقي، امال انا صرفت كل المصاريف دي ليه؟ انا صرفت كل المصاريف دي ليه؟ طب لما مؤاخذه بقى اخد السيجاره بتاعتي. ايه خلاص هرجعها ناقصه. ما ولا قولي ايه؟ بس انا طالع ذوق، معلش عشان لازم ارجعها بقى. يموتنا يموتنا. بقى انا بقبض 40,000 جنيه يا جميل. سوري علي سوري. ما تخافش، هطلعولك في ايدي حالا. بقى تدي انجي ورقه مكتوب فيها مفردات مرتب 40,000 جنيه؟ عايز تخرب بيتي يا جميل؟ هجيبهم منين؟ هشتغل رقاصه يا جميل؟ هشتغل رقاصه؟ رقبتي علي رقبتي. ما تخافش، هكسرها لك حالا واحطها لك قدامك على المكتب. علي ايه ده من فضلك؟ كل حاجه وليها حل. الحل اني اموتك.
انا هحل لك مشكله تكعلي بس اصبر. هتحلها ازاي بعد ما خربتها فوق دماغي؟ اي يا علي يا علي، بص انا هروح معاك المحكمه واشهد معاك ان الورقه اللي فيها مفردات المرتب دي اللي مكتوبه ب 40,000 جنيه فيها صفرين زياده، يعني انت كل مرتبك 400 جنيه. ايوه 400 جنيه بس، وساعتها ممكن اصعب على القاضي ويخلي انجي هي اللي تدفع لي النفقه. شفت بقى يا علي، شفت بقى انا بحل لك مشكلتك ازاي؟ اصيل يا جميل. ايوه حبيبي، بس زي ما انا بحل لك مشكلتك انت كمان تحل لي مشكلتي وتخطب ميسون اختي. كده انا ممكن اتحمل النفقه والمؤخر والمقدم وكافه طلبات العماره كلها. ماشي يا اخويا ماشي، روح بقى يا اخويا اتحمل النفقه، وعلى فكره النفقه يا الدفع يا الحبس. هي انسه ميسون بتحب الشوكولاته نوعها ايه؟ شوكولاته ايه يا قديم انت؟ هتلاقيتين شوكي يا جماعه. لا يا ولد عيب عيب، ده بتعملوا ايه؟ لا الضارب لا عيب ايه يا انجي؟ ان انتوا ما تحطوش ايديكم في ايد في شنطه حد غريب. عيب يا ولد في ايه يا استاذ؟ ايه الله يخليك، ممكن تقول للولاد يطلعوا بره؟ مين دول يا استاذه؟ دول ولاد اختي وبيحبوا احضروا بس اجتماعاتي وكده شربات. دول ولاد اختي. طب ممكن لو سمحت تكلم المدام اختي تقول لها تنادلهم علشان ده ميعاد غدا. ليه خليهم دول شربات قوي يا عسل يا استاذة؟ عندنا في الحارة بياكلوا تشقة واحدة وبينشلقوا على طول. كلامي كده بتشلقة تاخدك يا بعيد؟ طب ممكن تقول لهم ينشلقوا يا حبيبي؟ ده شربات شربات. جرس الفسحة الدارة. ايه 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 كانوا هيخطفوني. طعمية بحبحة بيه بتاع القضايا يا مترافع. عرفكم أنس جوز أختي أبو العيال دي كلهم. ده أبو العيال دي كلهم؟ يا عيني أتاري خلص. نهار أسود، أمال لو بلغ هيعمل إيه؟ نعرف. تاكلوا طعمية سخنة؟ الله بحب الطعمية أوي. طب قولوا لي أنتوا كنتوا جايين في إيه؟ جايين في العربية حضرتك. حلوة، قالشة منك بس حلو. لا أنا قصدي بقية الحوار اللي قالوا لي الأستاذ سامح. حوار؟ وحضرتك صحفي زميل ولا ايه؟ قالشة برضه منك حلو. في الحقيقة انا جاية لحضرتك بخصوص قضية ولادي، انا عايزاهم يعيشوا معايا مش مع ابوه. طب انتي بقى بصي خدي اكتبيلي رقمك هنا عشان نحفظ العيال شوية كلام يقولوه في المحكمة لو عايزاهم يعيشوا معاك. طيب هو حضرتك في اي حل تاني غير موضوع ان هم يجوا المحكمة دي؟ ايه دليني. الله يخليك. يعيشوا بقى مع ابوهم، ولا قضايا ولا محامين ولا محكمة. طب والله فكرة، ده باين عليه شاطر والله. ده حلها انتي كمان. ايه؟ لا حضرتك انا عايزة ولادي يعيشوا معايا. استاذ بحبحة، بقول لحضرتك ايه، ما تبحبحها على نفسك شوية كده وتجيب لك مساعد يوضب لك المكتب عشان تعرف تشوف شغلك. مكتب؟ والله العظيم يا أستاذ الحمد لله إنك شايفة مكتب. وبعدين اليافطة اللي وراك دي مفروض تبقى على باب المكتب مش هنا. اليافطة؟ لا ده أنا بس حاططها عشان أفتكر إن أنا محامي. والله؟ يا لهوي العربية، إحنا ناسيين العربية برا. لو سمحت النمرة اهي. يلا لحسن نطلع نلاقيها بقت حصالة. انتوا تطلعوا لو لقيتوا حاجة في العربية او حد خد حاجة رجعوا لي على طول. يلا يا انجي العربية. حاضر حاضر. هي سخنة شكلها سخن بصراحة. عن اذنك عن اذنك. زباين الهم دول ولا ايه؟ طبعا رحت لمحامي واتكلمت معاه في موضوع الحضانة، بس اول ما اتكلمت معاه في حوار ال 40,000 جنيه مفردات مرتب ده الراجل افتكرني باخدهم بجد وبضحك عليه عشان ما تدفعلوش فلوس كتير. انت متاكد ان انجي هتعمل كده؟ امال مجنونه بيتهيألي يا سمير. انا حاسس ان في حد مالي دماغها عشان كده بتبعدني عن طريقها، بس نقبها هيجي على شونة. وانت عرفت منين ان هي بتفكر فيا؟ ايه قصدي يعني ان هي بتفكر في حد تاني؟ مالك خضتني. هو احنا تلامذه يا شعبان،
بس وحياه اللي خلفوها ما هخليها تتهنى عليه، هفرمه بجزمتي زي الصرصار. يا عم مالك بس مالك متعصب ليه؟ ده هتلاقيه عيل تافه سيكي ميكي ولا يسوى. المهم المحامي عملت معاه ايه؟ اتفقت معاه على كل حاجه، بس عايز 30,000 جنيه، انا ما معيش منهم غير 10. ما معكش 20,000 سلف يا سمير؟ على عيني والله. انت عارف انا كمان ما اقدرش احرم العيال من امهم، وبعدين الفلوس يا ريت رجاء متكوشه جزء في البنك وجزء في الخزنه بتاعتها. يعني المحامي لو خد الفلوس هيجيب العيال من امهم وانجي تبقى عايشه لوحدها. ايوه يا شعبان. في ايه؟ ما رديتيش ليه؟ ده علي يا ستي. يا ستي ردي، يمكن في حاجه مهمه. ردي بسرعه. اه صح عندك حق. ردي. ايوه يا علي. اسمعي يا ست انجي، انا محدش هيحرمني من عيالي ولا يمكن هسمح يجي لهم جزء ام غيري. واذا كنت فاكره ان الورقه اللي عاملها لك جميل دي هتنفعك فانسيها. وبما انك بقى ناويه تلجئي للمحاكم فاشربي بقى. انا هوديكي في داهيه. لا، في دهيتين ومن غير باي باي. دهيتين ومن غير باي باي علي؟ ايه قالك؟ ايه قالك؟ ايه يا انجي؟ ولا حاجه، بيجر ناعم طبعا، بس مش هو اللي لجأ للمحاكم، خليه يشرب بقى. ماشي يا علي، ده انا هوديك في 60 داهيه. لا، دهيتين. هو اللي قالك هيوديك في دهيتين؟ حبيبتي لا ما تقلقيش. لا ده احنا هنوديه في 3-4. اركبي اركبي، هو سهل قوي يوديك في دهيتين. ليه هي سابت وقال مفيش باي باي؟ مفيش. لا دي مش سايبه. يلا، لا انا عايزه الباي باي، ماليش دعوه. ياما المحامي منبه علينا عشان نكسب القضيه. لازم تخسي، لازم تباني قدام القاضي رشيقه وزي الغزال. مش قادر، ركبي تنقح عليا. وجع ساعه وانا كل ساعه عايزينك تروحي المحكمه حلوه وصغيره ومثقفه. بقول لك ايه، مش عايزين ابويا يلاقي مبرر انه يبص لحد غيري. يلا اقعدي هنا، هنبتدي. يلا، واحد، جوزك بيحب. اثنين، هيتجوز عليك. ثلاثة، هيبدل ثروته. أربعة، هقول لله. خمسة، هديك يا جدع عمار. مش قادرة. قوليها بالفرنساوي. محكمة! يا ابني، هي مال المحكمة ريحتها حلوة ليه النهاردة كده؟ ما احنا كنسين وماسحين يا باشا. بس! يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح الجلسة، نادي على القضية الأولى. السيدة إنجي أحمد. السيدة إنجي أحمد. بونجور مسيو. أنتِ فرنساوية يا هانم؟ نو، با دو تو. مصرية؟ يس، ذاتس ترو. طب يا ريت والنبي تكلمينا بالعربي. كل واحد وعلامه بقى حضرتك. السيد علي الطيب. السيد علي الطيب. يا رب ما يجي. المحامي بتاعك فين؟ حضرتك وطي صوتك، اصل هو مطبق من امبارح علشان يترافع قدام حضرتك. استاذ بحبح. بحبح قوم. بح، دكتور بحبح، دكتور في المحاماة، حاضر مع الاستاذة انجي احمد. اتفضل يا استاذ. هخليها منك ولا من الكرسي الضيق؟ هخليكي من الكرسي الضيق بتاعك. خليني انا عارف انا هترافع ولا ايه. شيخ اتنيل، اديني فرصتي. انه من المؤكد سيدي القاضي ان المتهم وصل لدرجة السفالة والانحطاط. مزز طالعة، مزز نازلة، وما فيش مراعاة خالص. سيدي القاضي لهذه السيدة الرقيقة كالنسيم، الجميلة كالوردة المفتحة، تغني الفرنسية مثل دليدا، فيها الإغراء مثل شاكيرا. دي عليها نطة حنطور سيد الرئيس؟ كما ترى، ولا أمينة في الحنطور نفسه. أنت عايزة تتنازي عن حضانة الأولاد؟ Of course not. Pas du tout. أرجوكي من فضلك لو سمحتي تتكلمي عربي. معلش، ممكن أخرج أبحبحه؟ هو إيه اللي تبحبحيه؟ خلاص.
خلاص اتبحبح. دي مامي عشان ترضي بابي يا سيادة القاضي معزمة نفسها، ولا بتاكل لحمة ولا بتاكل خضار. شايف يا سيادة القاضي بتاكل في نفسها. يا حبيبتي يا مامي قلب أمك. الكل نصحها قال لها اتجوزي راجل يساعدك ورقعت بالصوت. يا لهوي! وقالت أنا ولادي عمرهم ما يعيشوا مع جوزهم أبدا. وأنا اللي اتجوز أمي عادي يعني أقول له يا بابي. برافو يا قلب أمك. طب اتفضلوا اقعدوا. نادي على المدعي عليه. ما احنا نادينا عليه قبل كده، هي شغلانة. نادي عليه تاني. حاضر. اتفضل يا عم علي الطيب. حاسب حاسب رايح فين؟ يا جماعة حد يسنده يا جماعة. العتب على النظر يا ابني. أنا فعلاً كنت بكسب أكتر من 40,000 جنيه في الشهر، بس الفلوس دي راحت فين؟ ضيعتها على الفساتين والفسح والبواريك والمانيكير. دي كانت بتصرف أكتر من 10,000 جنيه في الشهر على المانيكير. دي لو كانت بتمحر تحت المانيكير مش هتصرف المبلغ ده. كدابة. ضيعتني وضيعت فلوسي وعايزة تضيع أغلى شيء في حياتي مني. ولادي ولادي. بس هم فين ولادي؟ فين ولادي؟ انت فين يا مي؟ انت فين يا سوري؟ سلامة. احنا هنا يا سلامة. واقف لماء. بحب الفيلم ده قوي. يا سيادة القاضي كل الكلام اللي بوبي قاله صح. ايوه يا سيادة القاضي، وانا عايزة اعيش مع بوبي. تحب احبسك انت كمان؟ لو النبي علي. خلاص طيب احسن. سيدي القاضي، ان هذا الرجل، هذا هرقل، هذا العتي 16 حصان وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيدي الرئيس. ايه يا ابني محامي خلع اللي انت عملته ده؟ احنا هنا في قضيه ضم حضانه اطفال. اقعد اقعد اقعد. سيدي القاضي، لن يختلط الزيت بالماء. اقعد. حكمت المحكمة للسيد علي الطيب بحضانة أولاده سولي ومي وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما حدش هياخد عيالي مني أبدا. لو علي خدهم هقلب بسناني. في ايه يا مامي؟ ها؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. طمن عليكم، انا هروح اعمل لكم فطار. ها؟ ماشي حبايبي. يا رب. الست دي اوفر قوي. الأستاذة إندي أحمد؟ آه هي. عاوزين 3,000 جنيه. لازم تنسحب من لسانك وتقول آه هي؟ بتوع إيه حضرتك ال 3,000 جنيه؟ حضرتك الأولاد طلبوا ألعاب بلاي ستيشن ونضارات 3D والفاتورة باسم حضرتك. لا مش دفعة، لأن أنا ما قلت لهمش أصلاً يشتروا حاجة وما استأذنونيش. ادفعي بدل ما يعمل لك محضر في الاسم، اخلصي. ولو اتحبستي هنروح لبابي نطلب منه الفلوس وهو اللي هيدفع لنا. كده؟ كده يا سوري. ماشي يا أولاد علي بتهددوني؟ ها انزل اعمل المحضر. تعمل محضر لمين يا انت؟ لا اسمع، لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. لا لا، حاضر 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 حاضر.
فلوس يا هاني. روح اعمل محضر بقى. كده كده يا ولاد علي، وانا اللي كنت خايفه ان ابوكوا ياخدكم مني. توقفون عليا بخساره، واقفين عليا بخساره بخساره. امشي. يا ولاد علي، 3000 جنيه وخرب بيت شكلكم. استنوا حاجه العب معاكم. سمير، أنا في حاجة مهمة قوي عايزة أقولها لك. إيه خير؟ في حد في حياتك غيري ومتبهدل؟ حد إيه غيرك بس اللي في حياتي؟ لو في حد تاني في حياتي ما كنتش استحملت أبداً الوضع المهبب اللي أنا فيه ده. حبيبتي أنا بهزر معاك، أنت ما تبقيش الهزار أبداً. بص بقى، هبة مرات شعبان قالت لي إن مي وصالي بيسحبوا حاجات من شعبان ومش بيدفعوا الفلوس. طب ليه بيعملوا كده؟ أنا أي حاجة عايزينها مني بديها لهم، حتى فلوس بديها لهم. إيه ده؟ إزاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ أنا وعدتهم إن أنا ما أقولش لحد، والحمد لله أديني ما أقولش لحد. أيوه، أصلاً أنا كمان بشتري لهم أي حاجة هم عايزينها، وحتى كمان الفلوس اللي هم عايزينها. ازاي ما تقوليليش يا هانم؟ اصل الحقيقه يعني وعدتهم اني مش هقول لحد. دي كذبت، يعني احنا الاثنين كذابين. لا انا عايزه دي. بس فكر يا سمير، فكر هتعمل ايه؟ شفت يا هانم انا نيتك واستهتارك وصلوا لايه؟ انا نيتي انا يا بيه مهذب يا بتاع الحريم؟ انا برضو اللي بلبس وهتزوق عشان اعجب الرجاله وناسي عيالي. بقى كده يا علي، انا بتزوق عشان الرجاله وماله، فيها ايه؟ بس ما خنطوني، حرام عليكوا انتوا كده يا رجاله، ما حدش منكم عايز يتحمل المسؤوليه ابدا، والاولاد الغلابه هم اللي مظلومين في النص. كفايه بقى، كفايه بقى كده، بتعقدوا الامور مش بتحلوها. العيال كانوا عايشين معاها وما عرفتش تحافظ عليهم، انا هاخدهم منك وغصب عنك يا انجي وهحرمك منهم. لا يا علي، مش هتعرف تاخدهم مني، واعلى ما في خيرك اركبوا. هتشوف انا هعمل ايه. اقعد اقعد يا اخي، مش قاعد، اقعد. تعالى بس يا اخوانا، مش كده من الحياه، الزوج والزوجه حد يشد التاني يرخي. شوفوا انا ورجاء، ايه هي ترخي انا اشد، انا اشد هي تفضل ترخي. سولي ماي، سولي. الله، انتوا لسه ما قمتوش برضو؟ يا ياتي، اوه انتوا يا ولاد، يلا. الله، راحوا فين دول؟ سولي ماي، نهار اسود بيكون علي عملها بلغت العيال. يا لهوي، ماشي يا علي، ماشي يا علي، حكلك كده. اثبت يا علي، ما تتحركش. تمام يا فندم، مفيش حاجه جوه. يعني ايه ما لقيتوش حاجه؟ طب يلا روح مع صاحبك على البوكس. تمام شفت، مفيش حاجه جوه. يلا حصل اخوك على البوكس. خلاص يا حسين، البوكس اتملى. خلاص يا عيد، انا اسف يا حبيبي، اسف يا بابا. اسف ايه؟ انا عايزه ولادي منه. ولادك مش موجودين في الشقه، وادينا قلبنا عليهم الشقه اهو. ده انت، ده انا همرمطك. ليه بس يا حسين؟ انا عملت ايه يا حسين؟ مش دي صاحبتك اللي بتوصيني عليها؟ ده انا هلفف الكعب داير على البلاغ الكاذب اللي انت عملته لي ده. يا سلام، انت بتهددني يا حسين؟ انا عايزه ولادي منه، ماليش دعوه. طب اهدي بس يا انجي، يعني هو علي هيخطفهم ليه؟ ايوه، لان هو هددني بنفسه امبارح وقال لي ان هو هياخدهم مني باي طريقه، حتى كانت ساعتها سمير ورجاء موجودين، لو مش مصدقني سالوهم. اسالهم فين دلوقتي؟ بس ما تساليهمش، بس انا بقى عندي الدليل، لان مفيش اي حد يقدر يدخل ويخرج من الشقه دي غير البيه، لان هو اللي معاه المفتاح. حتى انتوا اكيد ما شفتوش اي اثار عنف. ايوه ده حقيقي، ما مراتك طلعت ذكيه قوي اهو علي، امال كنت بتقولي عليها ليه كده؟ طليقتك من فضلك مش مراته.
طب شوفوا الست الذكيه دي بقى ادت المفتاح لمين؟ يا هانم انت اديتي المفتاح لامي. ايوه دي ست غريبه. وابوكي؟ اه بس ده راجل كومل ومحترم. وامه هليش؟ لا دي اللي مربياني. وهليش اللي ما ترباش؟ بس ابن الست اللي مربياني. ورجاء؟ اعترض بقى على جوجو. وعيالنا مي وسولي. اه تصدق هي دي الغلطه؟ انتوا بتتبرعوا بمفاتيح ولا ايه؟ فاضل مين في مصر معهوش نسخه من المفتاح؟ انا الوحيده اللي في مصر اللي معيش نسخه مفتاح ليه؟ انت حرام عليكي، ده انا صاحبتك القديم ده انت ما استخسرتيش في عليا. لا استخسرتي يا كولي. اها نسخه مفتاحك هي يا روحي، بس انا نسيت اديها لك معلش. يا روح قلبي ظلمتك لغايه صح يا معقوله نسيتي؟ انا قلت برضه حبيبتي بس اوعي تضيعيها. ها يا روحي ميرسي. بص بقى يا امير، طالما انت جيت هنا بشكل رسمي انا بقدم برضه بلاغ رسمي في الهانم انها ضيعت عيالي اللي هم في حضانتها. حصل. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، انتوا لسه هتقدموا بلاغات في بعض. حرام عليكم، حرام عليكم. شوفوا العيال المشرده فين دلوقتي يا حبايبي؟ يا ترى انتوا شبعانين ولا جعانين؟ عطشانين ولا مرتويين؟ بتبقوا مناديل ولا حافين؟ بردانين ولا متغطين؟ كاميليا، كاميليا العيال يا حبيبتي ما بعملش اللي انت بتعمليه ده. اسكت يا انج اسكت. يا ترى انت في انهي شهر يا سولي يا حبيبي؟ يا سولي يا حبيبي كده اوفر يا كاميليا اوفر. ولا انت يا مي بتشدي كلها تحت يعني كوبري كلها في عينك بنتي متربيه. انا رايح ادور على عيالي. خدني معاك يا علي. يا حبيبي بس انت طلعتي جدعه يا كاميليا، خليتيهم ينزلوا يدوروا على اولادهم بنفسهم. ياسين. ايه يا حبيبتي؟ تعرف ان الفيو هنا حلو قوي؟ ما تاخدينا شقه على البحر زي اللي جه حسين. صدقي صح، وحشتنا يا كيمو. لا ما تقولش كده، انا مش وقت عيني. يا غلط، ده انا هنفخك. ليه بس يا حسين؟ راح مين المسقعه بتاعتي يا بنت؟ حاضر. تمام يا فندم. انت غطسان جوه كل ده بتعمل ايه؟ يا فندم انا جايب لك الكبيره يا فندم. انا يا فندم بحاسه الشمن العاليه اللي عندي اللي اقوى من الكلب البوليسي توصلت لعلبه الكشري دي اثناء البحث. انا شاكك فيها يا فندم. ليه؟ شاكك تكون حمضانه. وريني كده. انت كيف كشري، كل وقول لي. بس ثانيه واحده بس فندم. لا لازم تشوف. الله ايه ده؟ ده حلو قوي. عجبك؟ حلو جدا. اجيب لك كماله؟ لا ابني الحلو. الحلو؟ آه. ده انا حرصت لك التلاجه فيها كريم كراميل وام علي وكل حاجه، ناخدها ونعمل ايه؟ بلاغ حلويات عندنا في الايس. اه ايه اللي في ايدك ده؟ دي ايه ده؟ وده انا نسيت، دي قنبله لقيتها يا فندم. امسك يا فندم. اختر بيتك، طب خد يا دبت المفعله. يا هو انا خبير مفرقعات علي عسكري وانت ظابط؟ البيت ده حياه بالظبط. يا رب ما تنفجر بصوت عالي اصل بتضايق. ده باور بانك يا غبي. بنك ايه يا فندم؟ النهارده السبت البنوك كلها قافله. تصدق انت يلزمك نسخه من المفتاح؟ ايوه يا فندم انا عايز نسخه اجي ادور على العيال دي من اول النهار. بس مش مفتاح الشقه. امال مفتاح ايه؟ انت عايز مفتاح انجليزي على نافوخ. لا يا فندم لو في مفتاح عربي ماشي اصل في الانجليزي شويه شويه يعني بزك كده. ضيعتي عيالك يا انجي؟ انتي السبب. ما عرفتيش تحافظي عليهم. كان كل همك نفسك وبس. ضيعت عيالك يا علي بسبب عندك وتصرعك، رميت المسؤولية من عليك لإنجي لوحدها. رد يا علي رد. أيوه يا حسين. لقيتوهم؟ لقوهم فين؟ لقوهم فين؟ طيب مسافة السكة وهنكون عندكم. لقوهم فين يا علي؟ هنعرف كل حاجة هناك، يلا بينا. أي سوري كده يا حبايبي. كده تخدوا مامي عليكم بالشكل ده؟ منكم لله عليكم على شكله. عمي انت ايه اللي جابك هنا؟ الولاد دول لقيناهم في محطة السوبر جيت وكانوا ناويين يسافروا لجدهم، ولما جبتهم هنا أصروا إن جدهم هو اللي يجي يستلمهم، وبما إني حويت وعارف العك اللي ما بينكم أنا وافقت إن جدهم يجي يستلمهم. والولاد حكوا لي على كل حاجة. لما انتوا مش عارفين تتفاهموا حتى لو كنتوا منفصلين ما تدخلوش الولاد بينكم. انا ممكن اخدهم يعيشوا معايا واعرف اربيهم كويس. انا ربيتك يا ست انجي. ايوه يا جدو احنا عايزين نروح معاك. ايوه احنا مش عايزين نرجع معاهم تاني. ماما وبابي مش بيفكروا غير في نفسهم وبس. اه
حقكم عليا، حقكم عليا يا حبايبي، معلش انا اسفه اسفه. خلاص خلاص انا حقكم. عندك حق يا عمي، احنا فعلا انانيين جدا. معلش يا اولاد، اوعدكم ان من هنا ورايح مش هيبقى عندنا اهم منكم. ماشي، الظاهر ان انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. انا هسافر انام في بيتي، بس مش هطمن الا لما الاولاد يكلموني ويقولوا لي ان انتوا انصلح حالكم فعلا. لا يا بابا، انت هتيجي تبات معانا. لا يا ست انجي، انت حباتي في حضن عيالك، ولو احتجت اي حاجه كلميني. وانت يا سعالي وصلهم وبخلي بالك من الاولاد. حاضر يا عم. انت اولاد ها زي ما اتفقنا. حاضر يا جد. ها اي حد يزعلكم وتسيبوا البيت اتصلوا بيا وانا اجي لكم حالا. ماشي. يلا سلام. حبيبي الله يسلمك. باي باي يا جدو. نقفل بقى المحضر. المحضر اللي الهانم متهماني فيه؟ ده جدو لسه ما مشيش. أنا آسفة يا علي. أنا اللي آسف. أنا اللي مدبه كل شوية عكاه. أفهم من كده إنكوا نويتوا ترجعوا لبعض، يبقى نقفل المحضر. في إيه يا عم أنت؟ وأنت بتتلكك؟ دي حاجة ودي حاجة. على إيه يا أختي؟ بتتلكي على إيه بلا ميلة؟ انتوا تاني؟ خلاص يا انجي، علشان خاطر الولاد انا موافق نرجع نعيش مع بعض تاني، وموافق على اي شروط تقولي عليها. يعني ايه بقى نعيش مع بعض تاني؟ ازاي؟ انا هقولك ازاي. انتوا في الشهور العدة، فينفع تعيشوا مع بعض في شقة واحدة بس يكون في بينكم محرم. انا موافق عشان خاطر المحرم، قصدي عشان خاطر الولاد. وانا كمان ما عنديش مانع علشان خاطر الولاد، بس الاول عندي شروط لازم تنفذها. يبقى مش هنقفل المحضر. تمام يا سعاده الباشا. انت ايه اللي جابك يخرب بيتك؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو يا سعاده الباشا. انا يا فندم بحس الامن العالي ادي طرطل للمكان اللي مستخبي فيه ومختفين فيه الاطفال دول. فين يا ترى؟ في الصعيد يا باشا، عند مطاريد الجبل. عند مطاريد الجبل الاطفال دول؟ ايوه يا باشا الاطفال دول. في الجبل عند المطاريد. ها ايوه باشا. معلش حضرتك، العيال دول؟ ايوه هانم، ده انا شايفهم بعينيا اللي هياكلوا من دول ده. في مطاريد الجبل. في مطاريد الجبل. دول دول يعني؟ دول 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 يعني. اللي واقفين هنا. هنا دول. اكيد مش دول. لا يا فندم. ده انا هنفخك. ربنا يخليك والله ما له لازمه يعني، احنا بنعمل الواجب اللي علينا.